شفتي لأرجون من شوي كان معنا ما بعرف وين راح. لا تذكري هالاسم قدامي. بتعرفي شو صار اليوم؟ نسيت موبايلي بالمغسلة بالغلط، ولما رجعت كان ماسك موبايلي وعم يفتش فيه متطفل. ليكي، أنا سمعت إنه إذا الواحد كذب بيعضوا الغراب، بس هون العالم ما بتخاف. قصدك عم كذب مو؟ إذا كان هيك لكان شو كنت عم تعمل؟ أنا عم شوف حسابي مو حسابك أنتي. نسيت كلمة سر حسابي وبدي أتواصل مع رفيقتي، لا تذكرت رقمها ولا حتى كلمة سر حسابي. لوين بدك تروح لما تطلع من عنا؟ بس روح من عندكم، اليوم أكيد رح أقعد بالفندق وبكرة عندي شغل، بكرة أنا مشغول شوي، لهيك المفروض أنا لازم لاقيها لرفيقتي، كتير ضروري. شو اسم رفيقتك؟ شو؟ انتوا روحوا هلا، الخالة بتكون ناطرتكم وانا هلا بلحقكم، ما رح طول. ماشي أشا. يلا أشا روحي معه. ايه شو القصة؟ ليش عم تلحق البنات؟ انا عن شو عم تحكي انت؟ انا رايح على الساحة العب، بتروح معي؟ مو انت كنت مع هدول اللي حطوا لون على تشافي وصاروا يضايقوها، اللي معهم الوان عرفتهم؟ مين تشافي؟ استاذ انا رجال محترم ما بعمل هيك قصص ابدا. ايه يمكن بجوز كون غلطان، بس شوف انتبه. رجع الشاب يطلع بطريقي مره تاني، هاد مين بيكون وشو عم يعمل ببيت اباجيتا؟ الوضع مبين منيح يا حكيم، أنا هلأ شايفة بصيص أمل لرجعتهم، بس حذرتني إنه زواجهم رح يواجه مشكلة كبيرة اليوم باحتفال الألوان، لهيك أنا خايفة كتير. أكيد لازم يكون في حل للمشكلة. ما حدا بيقدر يمنع هالشي. برأيي ليرجعوا لبعض لازم تتأكدي إنه الوقت بده يختبر كمية حبهم وإخلاصهم. ماما؟ يا حكيم، إجيت بنتي، أنا برجع بحكي معك بعدين، إيه؟ احتفال سعيد. تسلمي بنتي تسلمي، بتمنى حياتك تكون مليانة سعادة وهنا. ليش واقف هون؟ روح جيب الساري تبع كاليانا، أنا بتصرف. ما قدرت تقنعني أنت أم جبتها لهون؟ وأنت كمان ليش رديتي عليه؟ معقول؟ فوراً نسيتي شو عملت فيكي؟ انتي حبيتيها كتير، بس بدل ما هي تيجي توقف معك راحت وقفت مع مهيني. صار لسنين ما حكت معنا وبعمرها ما اهتمت فيكي ولا بناتك، بعمرها. دائماً بتقولي لي إنه بس الناس المنيحة هنن يلي بيجيهم بنات، أصبح ليش زعلانة من بنتك لهالقد؟ اللي راح راح ماما، الماضي بيروح مع الماضي. هلأ أنتي مفكرة إنها وقفت مع مهيني ولهيك أكشاي بعد عنا، وهي كمان مفكرة إنه أنا دعمتك وبعدتكن عن بعض. انتي بتكوني امه وما حدا بيقدر يفرق بيناتكم، وبالنسبه لي انا كاليانا ما لها ذنب بشي اذا اكشاي بعد عني. حتى لو هي ما دعمت مهيني، اكشاي كان رح يبعد عني، هذا مصيري وهي حياتي، ما فيني وقف بوجه مصيري. مصيرنا انه يصير رح يصير. ماما
ما في أحلى من الرابطة بين الأم وبنتها. سأليني، أنا عندي 3 بنات، بعرف شو حاسة لأنك مانك جنبها ولا بتعرفي عنا شي. ماما، كرمالي أنا بهذا اليوم لازم تنسي كل شي صار وتعطي فرصة لروابطكم. يلا البسي الساري بسرعة. أنا رح ألبسه كرمالك، بس أوعيك تفكري إني بقدر سامحها لو شو ما صار. طيب خلص البسي كرمالي. خدي يلا البسي وجهزي حالك، البنات ناطرينا بالحفلة بلا ما نتأخر. يلا خليني أخذك، خذ هي. أعطيني. أنا ماني مصدقة أبداً إمتى رح تبلش الاحتفالات، بس لازم أعرف كيف بدي أجيب مفاتيح المغسلة منك. بس تنشغلي بالألعاب بهالأثناء المغسلة رح تصير رماد. بهذا اليوم هوية بناتك ومستقبلهم كمان رح يتدمروا للأبد يا أبرجيتا، بوعدك بهالشي. شوي بس. لا لا. احتفال سعيد. يلا. وين البنات؟ تاني تعي لهون، تعي. مين أول بحط اللون؟ هو ابني أكشاي. لما كان أكشاي عايش معنا هون بالبيت هيك كنا نحتفل بالعادة، ما في حدا بحط لون عليهم قبل ما هنن يحطوا لون على بعض، وأنا بدي يرجع يصير نفس الشي.